صراحة يعني كان موقف والله العظيم، يعني الواحد يحتز بيه قوي، عشان أهم حاجة الواحد عندي الشرف والأمانة والصدق والإخلاص. فيها مبلغ مالي، اول ما شفت الحقيبه نفسها يعني اتصلت بالجهات المختصه بالفور. جات الجهات المختصه اخذت الحقيبه وشافوا، جابوا الراكب فتحها قالوا لي فيها مبلغ مالي كم؟ قال 150,000 جنيه. قالوا له عدها، يعني راح عدها مره، قال تمام، قال الفلوس كامله يعني. راح قالوا له عدها ثاني، قال الفلوس يعني كامله، يعني ما فيهاش اي حاجه ناقصه يعني الحمد لله. فبعث لي مدير المطار حضرته، اداني شهاده تكريم، وسياده الوزير برضه بعث لي شكر خاص على صفقه وزاره الطيران المدني. طباع الاهل والاسره كان والله العظيم، كان في البيت يعني ما شاء الله، يعني حقه في البيت واخواني وجيراني بصراحه شكروني قوي، وصراحه كان يعني موقف ما شاء الله ما شاء الله، يعني كانوا فرحانين قوي. كانت حاجه مشرفه.